فلسفة تواجد أو ما هي الحكمة من تواجد العمال الكردستاني دكتور أحمد؟ لا. يعني صحيح دكتور يقول لك الفلسفة شنو من وجودهم؟ مشكلة كبيرة في العراق. خلي جاوبك الدكتور لأن خبير أمني وعسكر. لأنه بالحقيقة هذه قضية لابد أن نعالجها بعد التحالف. لكن أنت سيد أحمد بررت وجودهم وانطيتهم يعني تبريرات ربما هذه التبريرات جاوبك عليها. كرد مجالهم الحيوي هذه أراضيهم وهم أكراد. وبالمناسبة هذه المنطقة كردستان سواء كانت في سوريا أو في تركيا أو في إيران أو في العراق يجب أن تحترم كخصوصية للقومية الكردية. أما تركيا فتركيا بالحقيقة لديها رغبة في خلق صدام داخل الأخوة الكرد فيما بينهم، لأنه بعد ائتلاف أردوغان مع الحركة القومية الذئاب الرمادية، الحركة القومية التركية التي لا تعترف بكل القوميات وتمتهن القوميات بما فيها القومية الكردية، معنى ذلك هو لا يحمل استراتيجية فقط لضمان الأمن الإقليمي لتركيا، وإنما هو يرغب في تصدير الأزمة إلى العراق. لا نرغب في أن يكون صدام بين الأخوة الكرد بصرف النظر عن توجهاتهم الأيديولوجية. لكن يقول لك حزب العمال أتانا من خارج العراق، يعني في فترة داعش قاتلوا كتفا مع كتف مع البيشمركة، وإحنا كنا نستطيع أن نروضهم سياسيا، وإلى الآن ممكن التفاهم معهم سياسيا ونوضح لهم أنه تجربتنا في إقليم كردستان مهددة بسبب وجودهم ونجد حل. الحل ليس أن تطير طائرات تركية وتضرب كرد، هم حتى إذا كانوا أتراك هم لاجئين في العراق. لا يجوز دكتور حسين أن يستهدف ويغرد أردوغان يقول قتلنا دكتور حسين وهو في مخيم للاجئين وافد عند العراق. هذه بالمناسبة ليس انتهاك لسيادة العراق فقط، انتهاك لمبادئ القانونية للأمم المتحدة. هو لاجئ وجاي عايش في مخيمات، يعني أنت طلعته من بلده. بالمناسبة الأثرى والمناطق الغنية التي تتواجد في تركيا يسكنها الكرد هجروهم من مناطقهم وجابوهم عند لاجئين وطاردوهم كلاجئين وقتلوهم. دكتور أحمد، زيارة السيد الكاظمي إلى تركيا وأيضا فتح هذا الملف والنقاش في موضوع حزب العمال كان له يعني رؤية ربما تختلف هذه الرؤية عما تحدثت به أنت يا دكتور، يعني والبعض اعتبرهم مثل ما تحدثت أنه هي منظمة إرهابية تشكل خطر وأيضا تزعزع. يعني اللاجئ الآن اللي بالمخيم مخمور اللي انضرب، اللاجئ لاجئ انضرب بطائرات تركية يطارده على حقوقه الدستورية ويجي يقتله في المخيم، يعني عنده لجوء قانوني؟ لاجئ الأمم المتحدة. هذا المخيم مخيم مخمور تحت مظلة الأمم المتحدة وتحت الحماية بالقانون الإنساني. لا يجوز أن يعامل الكرد أردوغان، لا يجوز أن يعامل الكرد بفوقية ليعطيهم حقوق كما حقوقهم في العراق، وأنا ذاك إذا تمردوا سنعاتبهم. خلي جاوبك عليها كلها سيادة النائب.